السلام عليكم ورحمة الله، أرحب بكم أعزائي الطلبة في درس جديد. وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي، وراح نكمل حلول تمارين الاستيعاب الفصل الخامس. هنا أكو شغلة مهمة، بعض التمارين أني ما تطرقت للحل مالتها لأن مو كلش مهمة، فإذا أستاذك اللي بالجامعة متحدث عنها أو حالها تقدر تتواصل وياي على تليجرام، عندنا حلول إن شاء الله يعني من بعض الجامعات، واحنا دا نشتغل على ملزمة ان شاء الله راح تكمل الملزمة، بس مو هسه يعني تتأخر. فاذا عندك اي تمرين تواصل ويانا او تدخل على قناتنا على تليجرام، راح تلقى هذه الحلول بعون الله سبحانه وتعالى. هسه خلينا نتحدث على بعض التمارين الاخرى مهمة. Complete each figure of speech with your own idea. بهذا التمرين يقول كمل اشكال الكلام بهاي الفراغات واكتب فكرتك الخاصة. هنا بهذا التمرين هو منطيك مفردات او منطيك جملة، يقول لك بهاي الجملة اكتب لي الفراغ، ومن تكتب الفراغ يكمل المعنى برأيك الشخصي. هذا يا figure of speech، يا شكل من اشكال الكلام، تناقض، تشخيص، شنو هو؟ فمثلا الاولى يقول it rained so hard yesterday، بارحة كلش مطرت هواية. the sky was like فراغ، السماء كانت مثل، يعني عندك اكثر من جواب. تقدر تقول waterfall شلال، او تقدر تقول shower. shower كلمة shower يعني بمعنى الدوش، يعني مطرت مثل الدوش. هذا شنو هذا اذا اريد يعني ننطي يعني شكل من اشكال الكلام، يعني راح يكون هنا سيميلي، راح يكون عندنا هنا سيميلي. سيميلي لان الموجود عندنا لايك. ثانيا my mind was مثلا نقدر نقول broken machine، دماغي كان آلة مكسورة. شلون الآلة مكسورة؟ هنا هذا نقدر نقول personification، تشخيص، نقدر نقول عليها تشخيص. I finally took vacation after 5 years. I felt like رقم 3. I felt like a free bird. من أخذت أني العلاج حسيت بأني أني طائر حر. وأيضا هذا سيميلي، يعني هو يعني يفضل أن أنت تكتب سيميلي وهاي الأشياء حتى تفهم المعلومة يعني أكثر، حتى لو هو الأستاذ أو أنت يعني والكتاب ما طالبها من عندك، بس حتى تفهمها. I received unexpected bounce from my employers. The big check، يعني هواي استفاديت من الموظفين اللي عندي. هذه the big check was the winning، هذا الحل. هذا هنا طبعا هذا الفراغ was كان، وهنا البيج شيك يعني الشيكات الكبيرة أو الشيك الكبير، كان يعني عندهم فد مسابقة أو شيء، حظك يا نصيب، زين حظك يا نصيب هيك يعني عندهم فد شغلة. فهنا هذا يعني إذا أريد نعتبره فهو يعني أيضا نقدر نقول عليه personification. the movie I saw last night so boring. It was like sitting and waiting the grass to grow. يقول الجلوس على مشاهدة هذا الفيلم الليلة السابقة كان بمثابة الجلوس على العشب حتى ينمو، الجلوس وانتظار على العشب حتى ينمو. إذن الفيلم كان كلش مهم. أعتقد هذا نقدر نقول عليه personification. was like، إذا عدنا like لازم نقول simile، إذا ما عدنا like لازم نقول يعني فد شيء اخر. فطالما عندك لايك لازم نقول علينا سيميلي. رقم 6 الحل راح يكون crazy or clown monkey. the 5 years old at the birthday party were screaming and laughing like. يقول السنين الماضية كانت تضحك مثل مهرج مضحك. طبعا هذا ايضا personification، تشخيص، ايضا هذا تشخيص. my feet were عفوا هم عندك لايك، ارجو المعذره، هم ايضا طالما عدنا لايك بدون تفكير راح نقول عليها سيميلي، اذا ما عدنا لايك راح نقول عليها ميتافور.
راح نقول عليها عفوا personification، العفو رجل المعذرة. زين رقم 7 my feet were like old tire، ايضا هذا يعتبر طالما عندي لايك راح نقول عليه سيميلي، وهنا ايضا عندنا لايك ايضا سيميلي. my friend like novel، زين يعني ومرات يعني هو المعنى هم يتشابه، يعني المعنى هم مرات يحكمك، بس انت بشكل عام هنا ذني فراغات، واستاذك هم راح يحل لك اياهن اكيد، اذا ما استاذك ما حل لك اياهن فانت ذن الحلول ان شاء الله تستفاد من عندهن. بالنسبه للمرادفات اللي موجوده بالشابتر الخامس، هذه اهم المرادفات اللي تنحفظ وكلش مهمه. هذه أهم المرادفات التي توجد في شابتر الخامس، لازم تقرأ وتحفظ لأن تجي فراغات أو اختيارات أو أي شيء حسب طبيعة الأستاذ. أيضا عندنا هنا تمارين أخرى، هذا هنا بمثابة مرادفات literal meaning marking الفيجراتيف مينينج اللي هو المعنى المجازي. الفيجراتيف مينينج معناه هو how to make him creative، how to make him يعني انه هو شوف هو المعنى المجازي او الاستعاره، ان الواحد يستعير يبدع بافكار جديده. هو احنا يعني هو هنا ذن يرتبطن بالافكار بالتفكير الابداعي creative thinking. ليش؟ لأنه أنت راح تبدع أشياء جديدة، تجيب فد أشياء يعني شلون طريقة أخرى، فهذا كله تدرج ضمن الكرياتيف ثينكينج. زين كذلك هنا stay in his mind، هاي أمثلة طبعا، هو هنا معطيك مثال sat in the كفراء مثلا، يعني هذا ويريد المرادف مالته، هذا هو المعنى الحرفي مالته، يعني اكو معنى مجازي واكو معنى حرفي، هذا هو المعنى العام. يعني هنا ذني تتكلم عن المعنى المجازي وعن المعنى الحرفي. يعني مثلا هسه احنا يعني عندنا مثال، عندنا بالعراق هنا على سبيل المثال احنا نقول إيه هذا يعني شلون وضعه، والله هذا فوق النخل. شلون يعني فوق النخل؟ هنا المعنى الحرفي مالته انه واحد قاعد فوق النخله هاي، وهذا الشيء يعني مستحيل، هذا المعنى الحرفي. المعنى المجازي مالته انه هذا الشخص وضعه كلش زين، وضعه تمام زين، فهو هذا المعنى المجازي، انه انت تنطي مثال او تنطي مثل، هذا المثل يعني شوف المعنى الحرفي مالته يختلف والمعنى المجازي يختلف. فهنا يعني منطيك جمله هو وهاي الجمله يريد المعنى الحرفي مالته ويريد المعنى المجازي، احتمال بالامتحان يعطيك جمله ويقول لك اريد الليترال مينينج واريد المعنى المجازي، المعنى الحرفي والمعنى المجازي. زين فهذه هي الفكره مال هذا التمرين، وهاي وحده كل كلمه تشوف قدامها هذه والحال هذا المجازي، هذا المعنى الحرفي وهذا المجازي، وهذا ايضا نفس الحاله. فهذه هي فكره التمرين، هذه هي فكره التمرين. نذني ايضا ترو والفالس، لاني يعني لان مال اليونت القادم زين يعني مو هذا اليونت بس هم يعني حتى حبيت انطيها لكم، وهم ان شاء الله راح نشرحن بالمحاضرات الجايه. بقت عندنا هذا اخر موضوع بالنسبه للكتابه، هذني اكو مواضيع يريد من عندك تكتب عنهن، فهذا الموضوع قلت لك حسب استاذك اللي بالجامعه هذه مواضيع تكتب عنها انت، الكرييتيف ثينكينج التبديع الافكار، يعني شلون ان الانسان يبدع بطريقه تفكير جديده والى اخره. لان المفردات هم حسب الاستاذ، اكو استاذ يقول لك اريد اشتقاقين، اكو استاذ يقول لك ما اريد، يعني هن مفردات مهمه لازم نحفظها اول وتالي وحسب الاستاذ. فاذا استاذك اللي بالجامعه طلبها من عندك اقراها، استاذك ما طلبها من عندك لا تقراها. هذا كل ما يوجد بالنسبة لشابتر الخامس الجزء الثاني، اليوم خلصنا من عنده. إن شاء الله الدرس الجاي المحاضرة الجاية نتحدث عن الشابتر السادس ونحل تمارين.